علاج الصفرة، علاج الصفرة الطبيعية أو المرضية. علاج الصفرة الطبيعية، احنا قلنا ان احنا لازم نرفع معدل الرضاعة. معدل الرضاعة هنا بيرتفع عندنا لحد كل ساعتين، يعني 12 مرة في اليوم. معدل الرضاعة لما بيرتفع ايه اللي بيحصل؟ ليه معدل الرضاعة ده بالنسبة لي مهم جدا؟ لان معدل الرضاعة هيبدأ يحرك الجهاز الهضمي، يحرك الامعاء. لما يحرك الامعاء والجهاز الهضمي هينتج عن كده ايه؟ زيادة الاخراج. فانا بساعد كمان الكبد اللي هو بدأ يخرج لي الصفرة. الصفرة دي بدأت تخرج، ارتبط بالبلوروبين، بدأ يخرج عن طريق البراز، وانا بساعد بزود نسبة البراز كمان. نسبة الصفرة لما تبدأ تقل ونبدأ الرضاعة تزيد هنبدأ الامور تتحسن اكتر. طيب ايه تاني في الصفرة الفسيولوجية بنستخدمه في العلاج؟ احنا طبعا نأكد ان الصفرة الفسيولوجية دي صفرة المفروض ان هي بتاخد منحنى عالي لغاية 14 تقريبا، وبعد كده تبدأ تنزل تدريجيا بعد اليوم الرابع او الخامس.